الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، الإخوة الفضلاء، حضور هذا المنبر المنتدى السلفي في كل يوم أربعاء نحييكم بتحية الإسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا المنبر اليوم يأتي بعنوان الهجرة إلى أمريكا، وكثير من الناس يستغرب من هذا العنوان وما يفهم منه إلا مفهوما ضيقا، وهو ما يتعلق بالهجرة من أجل العمل أو الهجرة من أجل المال في أمريكا، وده اللي بسموه كثير من الشباب أو ما يطلق عليه عند الأمريكيين باللوتري، وهي البعثات اللي بتبتعثها أمريكا من الدول العربية أو من الدول الإسلامية وتستقطب الشباب المسلم كي يمنح لهم فرص بتاعة عمل في أمريكا من أجل زيادة في المال أو من أجل اكتساب رزق أو من أجل العلم. وأمريكا عندها أهداف من كل هذا العمل، يعني ما تتخيل الآن الدول الغربية وهي دول كافرة، وربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن هذه الدول وعن هذه الأمم في القرآن فيقول سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. يقول سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونكم من شيء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المولى سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الأمريكيين وأوروبا ودول الغرب الدول الكافرة عندهم أمنية، أمنيتهم إنه أنت المسلم تكفر زي ما هم كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، دارين الناس كلهم يبقوا كفار زيهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إذن يا أخواننا، البعثات اللي بتبتعث أمريكا أو غيرها من الدول الغربية من الشباب المسلم أو من الشباب العربي، الهدف منها هي استقطاب، أو الهدف هو استقطاب الشباب والانحراف بهم وجرفهم تماما نحو الدين الكافر، الدين النصراني أو الدين اليهودي، وده الأعداء لنا كلهم. الله تبارك وتعالى يقول: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الكافر حريص على إنك أنت تموت كافر زيه، عشان كده كثير من الشباب الآن ينخدع بالبعثات اللي بتمشي هناك، وفي ناس كتار جدا عندهم الدين
سهل جدا يباع بسبب لقمة من الدنيا. يبيع دينه ببساطة جدا وبسهولة، يستغنى عن أخلاقه، يستغنى عن دينه، يستغنى عن موروثاته الإسلامية الطيبة كلها، عشان يمشي هناك يلقى له شوية قريشات، يلقى له وضع أحسن من هنا، يعيش وضع دنيا وكويس، ممكن يبيع دينه ويستغنى عنه بسهولة جدا. عشان كده الموضوع بتاع الهجرة إلى أمريكا أنا داير أطرق فيه جوانب متعددة، جوانب متعددة. الجانب الأول من الهجرة إلى أمريكا، الهجرة من أجل المال أو الهجرة من أجل العلم. يا أخواننا ما ممنوع عندنا في الإسلام التعامل الدنيوي مع الكافر، ما ممنوع، لكن في ضوابط وفي شروط. أنت لما ماشي تعمل هناك أو تتعلم بضوابط، العلماء قالوا إلا أن يكون عندك دين وتقوى تقدر تصوم بها نفسك، لأن المجتمع الغربي مجتمع فاسق ومجتمع فاسد، فيه زنا، فيه خمر، فيه دعارة، فيه أشياء كثيرة جدا من المحرمات. لو مشى زول درويش ساي ما فاهم شي في دينه، ده بيمشي من هنا بيبقى زول نسوان بس، زنا وقلة أدب وخمرة ودعربد ويفك دينه ذاته، ده حرام عليه ويمشي يقعد في البلد دي. ما تقول له مفلس، تفلس وتقعد في البلد دي، هنا ما عندك مرقة برا كويس، لأنه مرقتك ضرر على نفسك وضرر على الأمة المسلمة. عشان كده أمريكا بتشتغل وأوروبا بأهداف زي دي، يشيلوا مجموعة من الناس اللي خفيفين في عقلهم وخفيفين في فهمهم. أول واحد يقول له أوروبا، تمشي هناك يدوك قروش، يدوك ما تعرف شنو، خلاص بومي مش هناك. بلموا فيه أساتذة ومعلمين من اليهود ومن النصارى بما يسمى بالبعثات التعليمية الآن المفتوحة في إيران، مفتوحة في أمريكا، مفتوحة في وين. أزول يمشي هناك يقول لك أنا دار أمشي أتعلم. تتعلم شنو؟ يمشي يتعلم يجيك بعلم زي بتاع الترابي وزي بتاع الصادق المهدي، ديل بيقوا أعداء الإسلام. الترابي ده عدو من أعداء الإسلام، الصادق المهدي عدو من أعداء الإسلام، عدو عديل كويس. الترابي جاب أفكار من هناك، الناس اللي درسوه يهود درسوا الفكر ده من هناك عشان يجي يطعن في الإسلام ويجي يتفلسف وما في صلاة الساعة، والشرط قال هو من شرط وأشراط وما في أشراط بتاع الساعة. قال ويقولوا لك بيجي مسيح، ويقولوا لك عينه كبيرة وعنده عين مطفية، ويقولوا لك عيسى ابن مريم بيجي. يا أخوانا قال ما في عيسى بيجي، وعلى كيفك أنت وبمزاجك، فهمت كلامي؟ المسيح الدجال والمسيح عيسى ابن مريم الاثنين من علامات الساعة. عيسى ابن مريم التراب اعترض قال ما في نبي بعد نبينا محمد، وده لو انت مقتنع به ذاته قال ما في نبي. طيب عيسى يجي كيف؟ هيجي نبي ولا عيسى ابن مريم عليه السلام هينزل من السماء، ينزل كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهلن فيكم ابن مريم. ده مو كلام التراب ولا نظريات، ده كلام رسول، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اتخيل معي النبي عليه الصلاة والسلام بيجي وحي من الله، ربنا قال إن هو إلا وحي يوحى، بيجي وحي من الله وربنا كلمه وقال له هينزل عيسى ابن مريم وربنا رفعه، يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين متوفيك ورافعك إلي، الآية سورة آل عمران. وقال له والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه، يعني نحن نجي ببساطة نكذب الرسول اللي بيجي وحي من الله ونصدق التراب المخرف ده؟ يعني نصدق التراب ولا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهلن فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يلغيها يعني، لأنه بعدين تاني في الإسلام يسف جزية ما في، ويضع الجزية. قال ويفيض المال حتى تكفي الرمانة، الوحدة الرمانة الصغيرة دي تكفي الفئام من الناس، تنزل البركة مع العدل مع الإسلام مع التقوى مع التوحيد مع الإسلام، البركة تنزل الرمانة الوحدة تكفي الفئام العشرات من الناس يأكلوا منها. قال ويستظلون بقحفتها، يا ناس نحن بنصدق الرسول،
اللي بيكذب الرسول ويصدق الترابي بطريقته، لانه احنا الله ما رسل لنا رسول اسمه الترابي اصله، ولا الصادق المهدي، ولا حو الطقطاقه، ولا عش الفلاتيه، ما رسل لنا ديل. الله رسل لنا رسول اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، النبي الكريم الصادق المصدوق. لا واحد نزل كتاب يبقى لا يوم الدين. نحن ما ينكذب الرسول ده مصدق ترابه غير من المماعيض يا ناس. عشان كده الناس ديل بسبب الهجرات لأمريكا ولفرنسا ولبريطانيا استقطبوا ناس من أبناء المسلمين وحولوهم إلى أعداء للإسلام واستعملوهم في ضرب الإسلام. الآن أمريكا وأوروبا ما بيضربوا العالم الإسلامي بصواريخ فقط ولا بيحاربوه حرب بسلاح. الآن يحارب الإسلام من أبناء الإسلام ببساطة. يا بلديو يحبوكم نصارى ولا أستعلم بيكم، ما بقوا نصراني، لكن بيجوا بدخلوا ليك أفكار جوا الإسلام، دينك ده ذاته جوا الإسلام. في النهاية أنت تبقى اسمك مسلم، بتسمي نفسك كده اسمك مسلم، وفي الحقيقة أنت مع اليهود والنصارى. ده الفهم. الليلة كثير من النواحق من العلمانيين والعلمانيات والفسقة في الجامعة دي هنا وفي الداخليات البيجاي دي وفي الجامعة جوه وفي غيرها من الجامعات، كثير من الفسقة ومن الفاجرين بيجوا الآن يرددوا أفكار وعقائد اليهود والنصارى وبيدافعوا عنهم وبيقفوا معهم وبيطعنوا في الإسلام. نحن المنبر الفات بنتكلم هنا قبل الفات شغالين في المنبر بيجاي وفي جماعة شلة من الصعاليق قاعدين بيجاي علمانيين قاعدين بهنا قالوا الصبر والنكسات والبلاوي في البلد دي كلها قالوا الإسلام. بالله شوف البجاحة دي وشوف قلة الأدب. الإسلام الدين الحق الدين العدل اللي أنصف البشرية. طيب مسلم كيف؟ مسلم عندك رأي في القرآن؟ مسلم عندك رأي في الرسول؟ مسلم عندك رأي في السنة؟ مسلم عندك رأي في كتاب الشريعة؟ عشان علمين ده هنا في الجامعة دي ذاتها يوم من الأيام واحد أنا وجهت له سؤال واحد، قلت له يا أخي ربنا في القرآن قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قلت له رأيك أنت الليلة لو الأمر بيدكم يقطع يد السارق ولا ما تقطع؟ قال لي لا. مش كلام واضح؟ كتاب الله نزل وده عندهم رأي فيه، السنة عندهم فيها رأي. واحد عادي انت عارف وخاصة من الشعبيين صعالق الترابي، واحد يصير خليفة ورأي يقول لك والله الحديث انا عندي فيه رأي الحديث ده. بالله يا سلام عليك يا اخ، رأي في الحديث؟ والحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يجي شعيبي ولا شعيبي يكون عنده رأي في حديث النبي. الترابي شيخهم قال الحديث من بدل دينه فقط. قال حديث صغير يا قاسي، نقتل ذول بحديث صغير زي ده يعني بالمقاسات ولا شنو؟ اجيب حديث صغير انت كنت ده شنو ده؟ من بدل دينه فاقتلوه. والدين معروف الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، بدل الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. الدين المعتبر يقتل. ده ظلم وهذا منو قال ظلم؟ هم قالوا اصلا، مش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله كده بس خلاص تقول اي ظلم؟ يعني انت بتوري الله يعمل شنو ولا كيف؟ توري ده عدل وده ظلم؟ الله خلق العباد، ربنا يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. العلماني كانه داري يعلم الله، ده مفترض يكون كده وده ما مفترض، ولا دي احنا عندنا فيها راي ودي ما بتجي وفي بلدنا دي ما بتجي. ليه بلدك ما بتجي؟ ليه؟ وكأنه ده فيه اتهام لله. وقت نزل القرآن وشرع لنا الأحكام في القرآن كأنه ما بيعلم إنه السودان ده بلد متعدد الأعراق والجنسيات ومتعدد الثقافات متعدد الإثنيات وإلى آخره. كأنه ربنا ما بيعلم كده. ربنا نزل علينا القرآن
وهو يعلم، بل هو أعلم تبارك وتعالى بعباده، وما في حد يعلم علم الله أبدا. ربنا لا يعلم بعباده، كويس؟ يجوا يحترضوا على أحكام الله. عشان كده يا أخوانا في خلال موضوعنا الهجرة إلى أمريكا أو الهجرة لغيرها، نحن بنتناول أخبث أنواع الهجرة اللي هي الهجرة بأهداف إنه يغسلوا أذهان المسلمين ويرجعوهم هنا يحولوهم لأعدال الإسلام، وده الآن قاعد يحصل. في تاني ناس بيمشي ينبهروا براهم، ما في زول دايرهم، ما في كافر ذاته قال لهم أبونا ولا يستخدمون ولا أي حاجة، بقاو بيمشي بيجاي بالوكالة بالسفر بيركب بيمشي. أول ما يخش بينبهر بالواقع في أوروبا وأمريكا، داخل يقول لك شوارع نظيفة وناس ظريفين ماشيين في الشارع ولابسين كيف، والنسوان لابسات زي ما هين دائرات، فهمت؟ والبلد فوضى. يشوف الفوضى دي يظن أن التطور في أمريكا كان بسبب الفوضى في الأخلاق، ودي يا أخوان إحنا مشكلتنا، ما قادرين نميز بين ما يتطور به الإنسان وبين الفسوق والفجور. يا أخواننا الآن لو سألتكم سؤال، التطور اللي حدث في أوروبا من ناحية دنيوية، ما في دين ولا في حياة، ما تتخيلوا الحياة سمحة، يعني خلاص شوارع نظيفة ومحل كده، خلاص الحياة سمحة جدا. أقول لك يا أخي حياة دي جميلة يا، ما في كلام. منو قال لك هل التطور الدنيوي بيعني إنه الحياة تمام يعني والناس مستغرة ومرتاحة؟ لا أبدا. على كل حال في ناس كتر بنخدع بالواقع زي ده، وأول ما يشوف واقع زي ده بيظن إنه أوروبا وأمريكا تطورت بسبب نزع الدين ونزع الأخلاق ونزع القيم. الناس اللي بيتعاملوا ما دي ما حرية يا أخواننا، الحرية في الشريعة الإسلامية بتختلف عن الفوضى، دي ما حرية دي فوضى. يعني ليه لما المرأة تمرق من البيت بمزاجها كده ده تمشي مع الراجل اللي هي دايره، وانت متزوجه تجيب لك راجل في البيت تقول لك امرك دي الليله معاي ده، تمرق انت ومرتك معاه زول كويس، وبعد شويه بيتك يسوقها واحد يفوت وقدام عينك، تخيل معي قدام عينك يقول لك البيت دي ماشيه معاي، اها رايك شنو انت؟ البيت تقول لك انا ماشيه، انت تقدر تزعلها؟ لو سالت القانون بيحاسبك يا اخوانا بيتي، والله تفتح فيك بلاغ وتسجنك كمان، اقول لك قولك تسجنك. دي حرية ولا دي فوضى؟ دي فوضى يا اخوانا، دي ما حرية، لانه بسبب ده يا انت تبقى زول خنزير ما عندك غيرك. يعني استنى قال لي واحد واقف مع مرتي، يا ناس كدبتوا قاعدين تتصوروا الموضوع ده، زول واقف مع مرتي اجي اقول لها مره زحكه دي، قول لي لا هي مرتاحه للوضع ده وانا مرتاح للوضع ده، ثاني ما في مشكله، يا زول مرتي مرتاحه والله ريحونا الاثنين، انت بتلعب ولا شنو؟ شوف انت يا تبقى انسان منزوع الغيره منزوع الاخلاق منزوع الدين حتى تقبل بوضع زي ده، دي ما حريه دي فوضى، فهمت؟ دي فوضى يا سيما، ودي الان اللي بتجر لها امريكا واوروبا تجر لها العالم. عشان كده كثير من الناس بيتخيل ان ما حدث من التطور هو بسبب الفوضى في الاخلاق، ابدا ابدا. حتى التطور الدنيوي في أوروبا وأمريكا ما كان بسبب الفوضى، كان بسبب العلم، علم الدنيوي، الناس يتعلموا وخشوا المعامل واكتشفوا واتطوروا دنيويا وانضبطوا في أمور الدنيا دي واشتغلوا شغل دنيوي، في النهاية ده شغل دنيوي. يعني لما تتخيل السودان ده لو نحن بكرة نزعنا أي قانون شرعي وأحكام شرعية بتختص بالأخلاق والقيم نزعناه، وموروثاتنا ورجالتنا السودانية ساي وأخلاقنا السمحة اللي ورثناها من أبواتنا نزعناها وانفكينا في الشارع ده، الدار يمرق عريان يمرق، الدار يقل أدبه يقل أدبه، الدار تنطلق من النسوان. لو عملنا زي ده بكرة السودان حيتطور؟ ما شاء الله، بكرة خلاص السودان تطور، بكرة السودان ما شاء الله تلقى المواصلات تعال الكمساري يقول لك تفضل يا حبيب أركب مجاني الليلة، يعني تتوقع كده ولا شنو؟ تجي لعمك عبد القادر يقول لك الزلابي رخصة الليلة من الصباح،
17 بجنيه. يعني كده ولا كيف يا ناس؟ الناس بتنبهر بواقع وما بيفهموا الحقيقة أن ما حدث من التطور في بلاد الغرب ما كان بسبب الفوضى الأخلاقية أبدا، وهم ذاتهم بيعانوا منها. لكن نحن للأسف عندنا البهاجر من بلدنا يمشوا برا، ديل ترى بيجونا بأفكار كعبة وبأخلاق كعبة، أخلاق سيئة ومنتهية، ويجي يقول لك نحن مشينا أوروبا زي العلمانيين المخلوعين ديل. والله أولاد مخلوعين ساي، الواحد داري بشي قيل أدب واستقال في شنو. يقول لك أمريكا ونحن ده نمرض من البرد دي أخ. طيب مارك ليه انت في شنو داير يمشي قيل أدبه؟ ما في غير كده. على أي حال ده نوع من أنواع الهجرة، إنه الإنسان يهاجر وينبهر بالواقع في أوروبا وفي أمريكا. طيب نوع ثاني من أنواع الهجرة إنه المسلم يهاجر يدعو إلى الإسلام، وده طبعا نادر جدا. يعني دول مارق من بيتهم هنا لا داير يأكل لا داير يستمتع لا داير حرام لا داير ده، مارق من هنا عشان يمشي للكفار ديل يعلمون الإسلام ويهدي الناس للدين. ده طبعا نوع نادر جدا كويس، وغالبا ما يسلم زي ده ما بيسلم، لكن ده هو النوع المحبب للشرع وده المطلوب شرعا. انت تمشي هناك تكون داعي للإسلام، حتى ولو كنت انت مسافر لعلم دنيوي ما موجود في بلاد المسلمين، او مسافر لعلاج او لغيره، انت تكون داعي للإسلام، تقدم للناس الدين اول حاجة بالقرآن وبالسنة، ثانيا تقدم لهم الدين بسلوكك انت كمسلم وبأخلاقك. لكن يا اخواننا الليلة احنا بقعد عندنا اخلاقيات، احتمال تلقى عند الكفار خير منا من حيث الاخلاق. يعني تلقى مسلم بيكذب عادي جدا، عادي بيكذب وياكل حقك فهمت، ويوعدك ما بيجيك، وكان داير منه قروش الله يعوضك تاني في نوع يا زيدي ومسلم. يلا انت لما تكون داعية للإسلام داعية بالكتاب والسنة، ثانيا داعية بأخلاقك وسلوكك الإسلامي الراقي الحميد. النوع الأخير أتكلم عنه من المهاجرين لأمريكا، الهجرة اللي عملها الصوفية الأيام دي والذي تكلم عنها على هم قبل شوية. الصوفية هاجروا من هنا مشوا لأمريكا، 12 صوفي ولا كم 15 ولا 12 هم دستة بتاع الصوفية صح، دستة مشوا لأمريكا بدعوة من أوباما. يا أخوانا باقي لكم أوباما ده العجب، وشنو في الجماعة ديل بالضبط كده ده ديل بالذات ليه في حاجة عجباو؟ بدعوة من أوباما مشوا صوفية هناك قاعدين وظنهم لسه ما جو، وعندهم اجتماعات في البيت الأبيض، قالوا لمحاربة التطرف الديني. وين التطرف ومن المتطرف؟ لو كان بيقصد بالتطرف ناس داعش وأفكار داعش كويس، ده تطرف بجد، وده ما محتاج له صوفي، ده أيضا المعارف تطرف. يعني الآن منو من الناس اللي بيقول لك شغل داعش ده ما تطرف إلا زول معهم؟ لكن أي زول مسلم من أي طائفة من الطوائف، طوائف يمينية طوائف يسارية طوائف أي شيء، بيقول لك يا أخي شغل داعش ده تطرف، ده تمام ما مقبول، لأنه ناس بيجوا بكتلوا لهم ناس مسلمين، تو ناس قاعدين في الجامعة بيجوا بيقول لك ده الكفار. يا ناس ده في الجامع يقول لك جوا الجامع ده الكفار، وطيب المسلمين قاعدين وين؟ إذا كان الكفار قاعدين في الجامع ويقول لك ده الكفار، ويقول لك نبدأ بديل وبعد ذلك نمشي للقاعدين في البارات وكذا، ديل أول حاجة. زي ما في مدرمان قبل فترة واحد جاء شايل كلاشه في رمضان في صلاة التراويح، لقى الجماعة جوا في صلاة التراويح جامع مليان، خش عليهم بكلاش رش كتل كمية جوا، قال ده الكفار. أها ودى الناس، وطيب المسلمين أنا بلهم فيهم وين يعني؟ أصل أنا كان ده لي مسلم، أنت صاحب الفطرة كده بس بالفطرة، كان يقول لك كده جيب لي مسلم، مش بتمشي الجامع؟ ده لما في الجماعة في المسجد قرضهم
ما مسلمين ديل قال. وطبعا ديل بيبدو بس سلفيين في الاول لما يجوا دور كتيل بيقول لك لانه ديل عارفين الحق وساكتين ما زي ديلك يقول لك الباقين ديلك دراويش ديلك ما عارفين حاجه. الدين ده بيقول لك عارف الحق تقتله في الاول بعد ذاك تمشي للجماعه الثانيين. ده شغل بتاع فوضى وده ما دين اسلامي ودي ما شريعه. يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام قال لي علي بن ابي طالب دي ضوابط الحرب مع الكفار. تقول لي داعش وقلة ادب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب قال له انفض على رسلك شيل الكفار حتى تنزل بساحتهم. اول حاجه انزل جنبهم ما في كتل ساي كتل كده ساي دم في الدين ماف. قال حتى تنزل بساحتهم وبعدين قال ثم ادعوهم الى الاسلام. اول حاجه تدعوهم للدين. انت بتقول كافر اسع عيونه خضر لابس الصليب تبتقتل ساي كده ولا تدعون الاسلام. قال فادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه وكلموا بفضل عظيم. قال لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا ذل واحد خير لك من حمر النعم. ده افضل لك. اسى بتاع داعش بيكون همه يقتلك يا اخي حتى لو قبضك بعد ما قبضك وانت قلت لي لا اله الا الله محمد رسول الله مش جاي يحتلش حتى الاسلام والاسلام بيخش بشيء ثاني غير دي. مش الكلمه دي الكلمه العظيمه دي مش دول بيخشوا على الاسلام. تقول له بالتجويد بيقول لك كافر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كافر يقول لك. طيب الاسلام ده يخش بيان يعني. شوف الناس ده ناس عجيبين جدا. اسامه رضي الله عنه لما على الكافر بالسيف بيحارب فيه رمى الكافر في الواطه وشال السيف ده يضربه. الكافر قال لا اله الا الله محمد رسول الله. اسامه رضي الله عنه في الوقت ذاك اجتهد قال الزول ده انا رفعت السيف ودار قتله قال لا اله الا الله. قال لا دار يتخارج مني بس اصل الكلمه دي قالها دار يتخارج مني. قتلوا بعد ذاك. النبي عليه الصلاه والسلام لما رجع له قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال له أين تذهب من لا إله إلا الله إذا جاتك يوم القيامة؟ أنت حتقول شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بيكرر لي الكلام ده بأنبه وبكرر له. قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت يوم ذاك يعني أسلمت بعد الوقت ده. شوف ده بالله انت تقول بالتجويد وتقول لا ما عنده معك شغلك انت كافر. فده ما دين. ده ما دين. على كل داعش عباره عن فوضى وهي فرقه اصلا تابعه للخوارج خوارج الزمان اللي كفروا عثمان وقتلوه شهيد رضي الله عنه كفروا علي رضي الله عنه وقتلوه شهيد رضي الله عنه وكفروا جمعا او كثيرا من الصحابه وكفروا كثيرا من حكام الأمة ومن الأمراء ومن العامة وكفروا جموع من الناس وسفكوا الدماء. دي الخوارج زمان وحد الليلة. الكلام عن التطرف إذا كان مقصود بدأ ما في مشكلة ده تطرف نحن متفقين. لكن هل التطرف المشروع الصوفية من هنا شان يحاربوا مع أمريكا التطرف ده ياتو هم بيقصدوا بيها الدعوة بتاعتنا نحن دي. فهمتني؟ لما نجي للصوفي نقول له أنت على ضلال لأنه أنت بتعتقد عقيدة فاشلة في الشيخ. الشيخ ينفع ويضر ويخلق ويرزق ويدي الجنة ويمرق من القبر ويخش تاني ويطلع السما فوق ويجي راجع ويتصرف في الكون زي ما هو داير يقتل ده ويحيي ده ويقبض روح ده ويزيد ده عمر فهمت وينزل المطرة واحد يمسكها. يا اخي واحد في النيل الابيض هنا النيل الابيض ده جاي الجماعه بيمشوا له قالوا ادينا المطره. اخونا نبيل كلمني مشى هناك بتكلم وكلم معاهم بالايات. ربنا قال لهم افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. ايه واضحه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. اداهم الايات وقال لهم الشيخ ده بنزل مطره. قالوا بيحكوا له قالوا الشيخ ده مشوا له بيشتروا منه المطره شيري عديل بكم انا ما بعرفه بيشتروا منه المطره. قال لهم المطره ما بتنزل
لانه في شيخ ثاني ماسكها بيجاي. تخيل معي الصوفيه ده بيمسكها ودف فكك. يعني احنا لو في شيخين زعلوا ساي نقعد جعانين؟ لو بس يزعلوا من بعض، ده جرابه جاي وده جرابه جاي، اها نسوي شنو يعني؟ ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. يلا الصوفيه بيعتقدوا عقائد زي دي، نحن لما ننكر عليهم ولا خلينا نحن سلفيين عندنا لحه وهدوم قصيره وكذا، خلينا نحن امتى ده كزول سوداني مواطن مسلم عادي امشي هسه قابل لك اقرا صوفي قول له هو يا صوفي انا داري اقول لك كلمتين. الكلمه الاولى انتوا عقيدتكم في الشيوخ دي عقيده باطله، شيوخ ده لا بينفعوا ولا بضروا، ما عندهم حاجه. والكلمه الثانيه عباداتكم اللي بتسووا فيها دي النبي ما سواها ودي بدع. قول له الكلام ده اكم ما كفرك تعال قابلني مسخوط. يقول لك تباريت الوهابيه صح يا زول؟ خليني من بايرة الوهابية ولا بايرة مجكو. أنا قلت لك اللي بيسووا فيه ده شرك، ده شرك راسه عديل. كونك تقعد لي جنب قبر أبويا الشيخ الدين الجنة، أبويا الشيخ الولادات، وجوا الشيخ مدفون جوا في الوطن بينادوا فيه، ده شرك بالله. ده ما بتغلطوا في اثنين كويس؟ القاموا على سبيل الأيام من فيها عبادة وذكر ثقيل يقول لك وعباده لله. وين؟ في ميدان المولد، نسوان ورجال وبنات فهمت، وشباب شفاته قاعدين جوا هناك وبتاع بنجويا جوا فهمت، وكلهم والنوبه داقه وقله الادب شغاله فهمت. ويقول لك ده ذكر لله، ذكر ثقيل يقول لك، ومحبه في النبي. محبه في النبي ولا محبه في الحريم اللي قاعده جوا ديل؟ انت بتغش فينا نحن ولا شو؟ محبه في النبي؟ النبي يحبوه مع النسوان؟ قاعد ما لصق لي جنب مرته اليوم، لصق جنبه ولا جنب الزحمه، تلقى الباب زحمه، في شنو زحمه؟ في ناس خاشين ومرقين ما بخشوا جوا، بس في الباب ده، خشوا ومرق في الباب بس. محبه في النبي يقول لك. يا زول بس بساطه العقيده في العياده عباره عن حرب الاسلام وده لو نجح في فكرتهم دي ده عبارة عن فتح لأمريكا وأمريكا ولا لا تجد حرب بسلاحها ورد في فرنسا روح واحد في الكويت ترسوا في يديه في النهاية تجيبوه في العقيدة بتاعت أمريكا. طيب عموما الحديث يطول وأنا ما دار أطيل لأن المنتدى هنا نحب يكون دائما قصير ما يطول إن شاء الله عشان ما نضيق على الطلبة في سكنوا في الداخلية وكده. احنا دارين المنتدى شوف ان شاء الله يكون قصير. عموما مفتاح الفرص الاسئله والنقاش، وفي اي انسان عنده مداخل او سؤال اتفضل، فرصه مفتوحه. الليل الموضوع رايق كده وموضوع خاص بالطلبه عموما، فانا المفروض عندي استفسار عندي سؤال في نقاش جماعه تعليم اللي قاعد يناقش ما في مانع. علمانين اسلمتوا الليله ولا شو؟ الفرصه مفتوحه والليله نقبل عليكم. الشيعين الكفار وين؟ طيب فرصه مفتوحه للنقاش. لا ما شاء الله تقليدي بقت رايقة عادي ما في مشكلة. أنا هذا الموضوع انتهى يعني؟ ولا سافر ذلك؟ طيب السؤال يقول ما موقف الجماعة السلفية من اتفاقية السيداو وقيل فيها زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وهي قاصرة؟ طيب يا اخوانا اتفاقية السيداوي هي عبارة عن اتفاقية بتأييد دين الكفار ومبنية على عقيدة الكفار، لأن الاتفاقية تنص على الحريات فيما يخص الرجل والمرأة، حريات تامة، وهي بتنبني على إزالة الفروق بين الرجل والمرأة. يعني الإسلام وضع للمرأة حدود حقوق وواجبات، وللرجل حقوق وواجبات، واحيانا
تتسع دائرة المرأة وأحيانا تتسع دائرة الرجل وأحيانا يضيق على الرجل وأحيانا يضيق على المرأة. أحكام شرعية تفصيلة يقول عموما الإسلام ما وضع نظام التساوي، ما في تساوي في أي شيء، لا في العدل، وكل إنسان يكلف بما يطيق وربنا أعلم بما يطيق الإنسان. يعني المرأة ربنا سبحانه وتعالى كلفها بأشياء، الآن المرأة في فترات معينة، فترة الحيض ما مكلفة بصيام تقلقل وما مكلفة بصلاة ما بصلي ولا قرقزات، الصلاة اللي بتتركها أيام الحيض ما بتقضيها، الصيام اللي بتتركه الواجب أيام الحيض تقضيه في وقت استطاعتك. دي أحيان بخصة راجل كده برضو، انت في راجل الحيض في أيام يعني الحيض إلا ولا كده ما في راجل يصوم إلا عذر من خوف أو أقصد عذر من مرض يمنع الصيام أو كذا غير من الأعذار. فهمتني؟ الإسلام يا أخوان ما صار بين الرجل والمرأة في كل شيء، إنما وضع لأي واحد منهم حقوق وواجبات. الرجل له القوامة في البيت، الرجال قوامون على النساء، القوامة ربنا قال تاركاه تحت عبدين من عبادنا صالحين، الزواج في يد الرجل، الطلاق في يد الرجل، في اتفاقية السيدة والطلاق في يد المرأة. أنت عارف الطلاق ده؟ الناس المزودين اخوانا ما فهموا الموضوع ده. شوفوا الطلاق ده لو ادونا المرأة صدقني ما بتعيش معاه 3 شهور، صدقني ما تقعد معاه 3 شهور، لأن المرأة 3 شهور كثيرة صح؟ بتطلقها قبل 3 شهور، لأن المرأة بتنفعل وهو انفعال، لما تنفعل ده بتتبلل أي كلام في راسها بتقوله، ده الغالب في النساء يغلب عليك كده. تلاقيك تطلقت بالتلاتة في دقة وبس دقة، تطلقت بالتلاتة. عشان كده الأمر ده يا أخوانا الإسلام لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق والزواج في يد الرجل. الرجل ده ممكن يدور معاك شكل، تصبر تصبر كده وتمشي الموضوع ها وتكتر عليك الحكاية، تمرق من البيت تمشي تتونس برا وتجي راجع بعدين بتمشي الموضوع. طيب اتفاقية السيداء ونصت على انه الطلاق يكون قد المرأة، تطلقك متى ما دايرة وتتزوج براهي بمزاجك بس لا ولي لا اي شيء، والمرأة تتزوج مرأة، مرأة تتزوج مرأة. هذه كيف؟ اثنين النساء تتزوجات بس وراجل يتزوج راجل، دي مصايب، دي مصايب. يعني اللي قادر زي كده دي ممكن تكون موجودة، يعني راجل مع راجل، فهمت؟ كقلة الأدب يعني موجودة، لكن عيني تراسه حديد بسير يا ناس الكلام ده أخلاقي صعب مقبول يا أخي. يا سبحان الله جاء في مسند الإمام أحمد، عشان تعرف الحيوانات أحيانا عندها فهم في الأمور دي، عندها فهم قدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى بالتمييز. عن حديث عمرو بن ميمون الأول في مسند أحمد وصححه البخاري قال كنت في الجاهلية، مرة في الجاهلية في الصحراء قال وجد كرد مع كرد معاه قاعد مزوجين، المهم عندهم نظام معين شغال فيه ده باعتباره راجل كويس. قال فانسلت من تحت بالراحة، أظن نام ولا حاسس شنو ما عارف، بقول مرق مشت هناك لقد ذا القرد الثاني مشت معه وفات. القرد ده أول ما انتبه إنه دي فاتت مشى لحيدة، لقى مع واحد ثاني كويس. قال فصاح القرد وكورة، لما القرود قلت له القرود يتسلم فهموا فهموا كيف أنا ما عارف إنه دي عمل التعامل يمكن كويس كويس. قال فحفروا لهما حفرة، حفروا لهما لبنى في الوطن. قال ورجموهما وكنت ممن رجم مع القرد، رجم الاثنين دول الاثنين دي يا اخوانا حيوانات كويس ديل دايري في كلك الشقره ساي كده بس في كلاي يا اخوانا ممكن ويجيبوا لك مسلسل قريب ده جابه في رمضان، تخيل بختار ولا رمضان زين المحارم، قله الادب مع المحارم. فهمت؟ ده كله
أجازت الاتفاقيات. أنا ما بنكر إنه في المجتمع بل في غالب المجتمعات الشيء موجود من ناحية وجود موجود، لكن لما أنت توقع عليه وتجعل قانون ومتاح قانونيا لجريمة، دي جريمة كبيرة. الناس ما بتعمل بس قل لك هذا كده بتهديد ده موضوع، لكن يبقى قانون متاح ومجاز وزود كمان. خلنا كلام فارغ ده، قريت لك واحدين حكموني في مبدا ولا يا مادي في مدرمان، المهم محكمه في مدرمان حكموا بقول مزوجين هنا في بلد دي. على اي حال اتفاقيه السيداو اتفاقيه قبيحه واباحيه وفيها اشياء مخالفه للدين ومخالفه للعقل وحتى مخالفه للفطره السليمه. اما زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيده الطاهره المطهره الصديقه بنت الصديق رضي الله عنها عائشه، فكان زواج بها وهي ابنه سيف عقد عليها بس. قال السيده عائشه وبنى لي وانا ابنه تسع سنوات دخل عليها. واخواننا من ناحيه طبيه ثبت ان المراه تبلغ من 6 سنوات ممكن تبلغ، والناس يختلفوا من بيئه لاخرى تمام، ومن تربيه الى تربيه اخرى، والنساء تماما ما زي العين الليل دي نسوان الليل كويس. المراه بتشيب وبتكبر وبتنبض بصوره سريعه ما زي الليل. على اي حال السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي ابنه 9 سنوات، وده بعد بلوغها. اما الزواج العقد يجوز ولو عقدت على البنت عمر شفت يومين بدون العقد. يعني الليله دي لو شفت واحد انت العين دي تصور له ممهول ما شاف مكان، واحد من دول هسه يا دوب دول صغيره، ابن حجر قال ويجوز العقد عليه، بجوز ما في اشكال. انت عقد على بلد تعقد على وشوفه كده وتشرف على تربيته براك وكده الامور دي كلها لحد ما تكبر، اول ما بلغ تدخل على بعضها. او مش بلغ لو تحملت الوضع يجوز الدخول عليها، وده ما في اشكال، وده ما عنده علاقه باعتبار يا سيدي. فهمت كلامي؟ ده اصلا ما عنده علاقه بها. وفي ناس يجي يقول لك ما كده فيه إهانة للمرأة، ما في إهانة ولا إهانة، إهانة معها صغيرة. وده المشكلة ده اللي يقول لك الراجل يعرس راجل، فيقول لك تدب أكتر من كده، أسي في إهانة أكتر من دي يعني. طيب الأسئلة كثيرة وبال ما أجاوب نفتح الفرصة للنقاش، تفضل.